إن شاء الله دائما غادي نصور لكم فيديوهات جولات في الجبال ديال بني زناسن، وغادي نصور لكم إن شاء الله فيديوهات في المدن الشرقية المغربية، وإن شاء الله دائما نصور لكم فيديوهات المناظر الخلابة. المهم دعموني وشجعوني دائما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة عبد الله البركاني. هذه قناتي الثانية، نتمنى تدخلوا تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. إن شاء الله دائما غادي نجيب لكم فيها الجديد، غادي إن شاء الله نجيب لكم فيها فيديوهات المناظر الخلابة وجولات في الجبال، جبال بني زناسن، ووصفات المطبخ المغربي إن شاء الله. هاد القناة إن شاء الله غادي دائما نجيب لكم فيها فيديوهات رائعة، فيديوهات المناظر الخلابة وفيديوهات وصفات المطبخ المغربي، ونتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. المهم أنا فتحت هاد القناة الثانية حيت قناة تيفي أحباب عندي فيها واحد المشكل، جاتني إنذارات وجاتني حقوق الطبع والنشر. لهذا السبب أنا فتحت هذه القناة باش نتواصل معكم فيها وندير فيها عائلة كبيرة إن شاء الله. المهم نطلب من جميع المشاهدين اللي مشتركين في قناة تيفي أحباب يدخلوا يشتركوا عندي في هذه القناة الثانية اللي سميتها عبد الله البركاني، ونتمنى من المشتركين الجداد يدخلوا يشتركوا في هذه القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وما تنساوش تتواصلوا في قناة تيفي أحباب حيت حتى هي غادي نبقى نشاركم فيها فيديوهات جديدة إن شاء الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم، ونتمنى لكم كل خير في حياتكم. تابعوني في هذه القناة وشجعوني دائما باش دائما نجيب لكم فيها الأحسن، باش دائما نجيب لكم فيها فيديوهات رائعة. نطلب الله سبحانه يدخل علينا هذه السنة الجديدة إن شاء الله بالخير والصحة والسعادة، ونطلب الله يرفع علينا هذا البلاء والوباء ويشفي كل مريض إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. المهم كما تعرفوا قناة عبد الله البركاني انا فتحتها جديدة. الله يحفظكم ويبارك فيكم، دخلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، وان شاء الله غادي نجيب لكم فيديوهات رائعة، فيديوهات المطبخ المغربي وفيديوهات جولات في جبال بني زناسن.
شجعوني ودعموني في هذه القناة، الله يحفظكم ويبارك فيكم. وما تنساوش تتابعوني في قناة تيفي أحباب، غادي حتى هي إن شاء الله غادي نجيب لكم فيها فيديوهات جديدة، ونتمنى منكم تشجعوني فيها وتدعموني باش دائما نجيب لكم الجديد.
اخوتي اخواتاتي، الله يحفظكم ويبارك فيكم. ما تنساوش تدعموني في القناة وتشجعوني باش دائما نجيب لكم الجديد.